السلام عليكم، أهلين فيكم فيديو جديد. طبعا هذا أول فيديو، أول مسابقة راح أسويه لكم في القناة. الفيديو أو القناة دي ما وصلت ل7000 الحين إلا بجهدكم، بجهد أشخاص كثير في القناة. طبعا للأسف إن الإحصائيات اللي تجيني في القناة أكثر الأشخاص، يمكن 80% من اللي يشاهدون الفيديوهات مش مشتركين في القناة. فأكثر الأشخاص اللي أطلب منهم ينشرون المقطع، في أشخاص كثار ينشرون المقطع اوكي، بس في اشخاص برضو اللي يشوفون المقطع ما يشتركون. فالحمد لله وصلنا 7000. الهدف حقنا الحين نوصل 10000. فراح اسوي ذي المسابقه لحق الاشخاص اللي تعبوا معاي في القناه، فلازم نكرمهم ذا الشيء. فالمسابقه راح تكون ايربودز برو الجديده او الايربودز 2، لان بما ان ما في فرق بينهم، المعالج وكل شيء المعالج نفس الشيء. فأشخاص ما يحبون الجلدة، أشخاص كثير إنه ما يحبون نوع الجلد ده، فبخيرهم إنه إذا فازوا المسابقة إنه يختار الإيربودز 2 أو الإيربودز برو. المميز في الإيربودز اللي راح أعطيهم إياه، راح يقدرون يكتبون اسمهم عليهم مثل ما نشوف، يقدرون يكتبون اسمهم، لازم بالإنجليزي طبعا. فشروط المسابقة: البداية يشترك في القناة، يكتب تحت في التعليق حساباته في السوشيال ميديا، ويكتب تم إنه نشر المقطع لازم، وسوى لايك للمقطع. اوكي، هذا اول شرط. الشرط الثاني انه يفتح حسابي في التويتر، يشوف تغريده مكتوبه في اخر تغريده عن المسابقه، ياخذ الصوره اللي حطها في المسابقه في نفس التغريده، وياخذ الكلام يسوي له بوست عنده او تغريده عنده. وفي الانستغرام برضه يفتح حسابي في الانستغرام ويسوي نفس الحركه، في الصوره اللي في الانستغرام ياخذه الكلام ويسوي له بوست عنده. طبعا لازم يشترك عندي في القناه ويكتب تحت تعليق، ويشترك في التويتر وينشر التغريدة حقته في تويتر، والإنستغرام ينشر التغريدة في الإنستغرام. يعني 4 خطوات ويخش في السحب في الإيربودز. طبعا في السحب راح يكون على التعليقات في اليوتيوب، فلازم تحط التعليق حقك مع حساباتك في السوشيال ميديا، عشان أفتح بعد ما الشخص اللي فاز راح أخذ حسابه في التويتر، أشوف هل إنه مشترك عندي أو مسوي له فولو في التويتر، وأشوف إنه سوى التغريدة ولا ما سوى، يعني قرد ولا ما قرد. في الإنستغرام برضو راح أشوف إنه هل مسوي لي فولو في الانستغرام وحط البوست حقي ولا ما حطه، علشان يصير مكمل الشروط كلها. وبرضه في اليوتيوب اذا في نفس الفيديو هذا اذا كتبت تعليقات تحت، كل ما تكتب تعليق كل ما مثل ما تقول ان تزيد فرصتك، لاني راح اختار من نفس تعليقات في اليوتيوب. متى راح اعلن الفايز؟ راح اعلن الفايز اذا وصلنا ل 10000، يعني باقي 3000 الحين. فاتوقع انه ما راح يكون شيء كبير، خصوصا المسابقه ان شاء الله نوصل بسرعه. يعني اذا وصلنا في ال4 أيام و5 أيام راح اعلن فيها بال4 أيام و5 أيام. شروط المسابقه مثل ما قلت لكم هذه 4 خطوات، وراح الفايز يختار الايربودز برو ولا الايربودز العاديه او الايربودز 2، مش الايربودز 1، لان ال2 هي نفس هذه، الفرق فيها بس ان فيها جلد، وبالجلد هذه مانع ازعاج وهالاشياء بس. ومبروك مقدما الفايز، فننتظر نشوف تعليقاتكم ونشوف دعمكم للقناه. السلام عليكم.